شاد الراس اللي جاب لي السيد. كان في السيد بعد تيناس هنا سميتو فريد عرعاري، متسول متشرد، كيناس هنا في الزنقه المكان اللي كيناس فيها وكتشوفو فيه. مره مره كيجي عندي تيقول لي واش تشري واحد الراس، انا كيتصعب لي مونيا كامل هيكل عظمي ولا هذا، تيقول لي تعب بنادم، تصعب لي غير من اللي كيقراو في العلوم الطبيعيه في التسوس الناتيري غير مصنع. شي 15 يوم هادي و20 يوم ما يزيد عنها، هو كيوسدو كيجي كينعس به هنايا، انا ما شفتوش هذيك الساعه باقي ما عرفتش، انا غير الهضره كدور بيني بينه. قال لي ودي نبيعو لك ديرو في فيترينا. قلت له الا كان بصح راه غنبلغ المخزن، ويلا كان ديكور غندير للدار عندي وانا نخلصك. قال لي راه عطوني فيه 50 درهم، كان نعطيك 100 درهم وخليته نشوفه. بقات حتى البارح قلت له فريد جيبوا لي باش نصوره نشوفه بعدا ناخذ الاكيد. جاب لي القفه قلت لي خليها تمايا، هو يتم جايب لي خلى هذيك القفه فيها الراس، باقي انا ما شفت ما عرفت، قلت له خليها تما تيظلم الحال وعاد نصور هذاك الشيء باش ما يشوفنا حتى واحد. جاب لي الصندوقه قلت له حطها تمايا، انا غنوريكم المكان اللي جا حط عليا. قلت له هز القفه حطها تما، ما بغيت نقيس حتى حاجه، ما بغيت نلمس حتى شي حاجه، عارف ونيت حسيت. هزها حطها قلت له جبد 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 التليفون، قلت له يلاه حل باش غادي نصور هذا. شعلت البيل هكا ضريت، تيبان لي هيكل حقيقي تاع انسان. عيط لواحد الشيفو، عيط لواحد الكورتي عاود تيخدم معايا. قلت له اجي صاحبي بنادم تيقول لي راه شت راس هذاك، اجي انا راه ما فهمت والو. مشى معايا طل قال لي وييه ويهرب رجع للور. جيت وريت واحد الشيفو راه عاود قال لي ناري ادريس اش هادشي تيخدع. عيط ل 19، انا كنهضر مع 8 وقسم 8 8 دقائق 8 وقسمين هكا. كان عيط ل 19 جاوني الشرطيه، ما تفهمتش الواقع انا يعني حيت تنهضر بدهشه. تقول لي راه واحد الراس حدايا هنا في السونتر في المركز ما فهمت حتى شي حاجه. كتبان لي رجال الشرطه دايزين بالطوموبيل، مشيت تنجري في الشانتي وقفتهم دورتهم كيما جيت تشوف واحد الراس هو هنايا، وهذا هو المكان اللي جاب لي ليه الراس تاع الجثه هنايا. جا حطوا لي هنا في واحد الساك زرق قفه هكا، قلت له خليه تمايا تجنبو حيت هنايا ما تيوصل حتى واحد، تنكون انا خدام هنايا في الطاكسيات تيوصل حتى شي واحد. ديك الجمجمه على ما تبين لي بان باقا تاع طفل، يكون طفله بعد تاع عمره ربما على ما اعتقد، ويكون السن 14 15 سنه 12 هكا، حيت ما غير العظم ما كيبان لا اللحم لا حتى شي علامه اللي ولا ملامح اللي تبين ما كايناش. العظم اللي كيبان بلاصه السنين هما اللي كيبانوا ليا، وهنايا لتحت الناخر ما كاينش شي دي. وداك الشنكار قال لي راه تاع مراه، قلت له باش عرفتيها؟ قال لي المراه كيكون عندها فرق هاك وخط هاك، والراجل تيكون عنده غير واقف. انا قريت تشبات وعلمي وما هذه المساله ما عمري عرفتها. هو تيقول لي المراه تكون عندها خط هاك وخط هاك بحال هذاك السيف تاع عيسى ولا، والراجل تكون عنده غير طالع هكا على المخ. وراها لي نيت هذيك الساعة لقيته، وهنا في هذه الجهة اليمنى بحال ضربه هكا في العظم، كاين العظم هنا محكوك، الكركاس كامل الهيكل كامل مقاد، هذه الجهة هذه على اليمين بحال فيها ضربة هنا في هذه الجهة. وهذا هو المكان اللي لقى فيه الجثة السيد هنايا. والبارح حد كان سخرت وجيب فاخر من هنا من الجوطيه ودهز من هنا ولقى داك الصندوق اللي كانت فيه داك الراس. 15 يوم باش هز الراس ولا اكثر كيما نقول لكم ولا 20، والبارح سخرت الجوطيه يجيب فاخر الصندوق لقاه باقي هنا والزبير باقي مجموع هنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.